بنتابع مشاهدينا مع بيت بيوت مع المهندس عماد سالم. في كتير ناس بتنطر هالفقرة اليوم أكتر وأكتر، لأنه اليوم في هيك تبس صغار مهضومين نصايح حتى نعيد راس السنة بطريقة مهضومة وحلوة. عماد سالم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم رح تعطي أفكار حلوة بسيطة لنزين مساحات بيتنا بفترة صح. راس السنة، يعني ما بعرف اذا بقول معظم الناس بتحب تعيد بالبيت، في ناس بيحبوا يظهروا خاصه هالفتره يمكن صحيح، بس قلنا فتره هيك بنحب هيدي الجمعات بالبيت بس حلو كمان نعيش على الاخر صح. مثل شو مثلا افكار ممكن تفيدنا تنحس حالنا هيك بمكان جميل مختلف بيتنا؟ هو مختلف وبدنا يصير مختلف يعني نحن لانه هذا بيتنا معودين عليه، يمكن كمان براس السنه عبالنا نشوفه بصوره جديده، عبالنا العازمين ونشوفه بصوره جديده صح. حتى اذا اخذنا في كثير ناس بيروحوا بيستاجروا شاليات او بيقعدوا بمحل، فهيدول اذا بدك تيبس مش كتير اشتكتورال بس هي تيبس ديكوراتيف وفونكسيونال، كيف الواحد فيه يستفيد من هالليله وتبين باحلى صوره وما بيكلفوا كتير وبسيطين وحلوين، ورح نجرب تكونوا ما بيكلفوا كتير صح. رح نجرب تكونوا ما بيكلفوا الكوتيو لحالها صارت بتكلف هالفتره. فاول شغله نحن لازم ننتبه بقصه الاسباس تبعنا، نحن اذا بدنا نحكي على الاسباس لازم نعرف شو بدنا دائما حسب الاسباس، لازم ننتبه على كذا على كذا شغله، يعني اول شيء بدنا ننتبه على سوشياليزينج، يعني نحن كيف اذا بدنا نقعد مع عازمين كيف بدنا نقعد وقد ايه قراب من بعض صحيح، بدنا نحكي كيف بدنا نقعدهم. شغله ثانيه بدنا نترك محل للدانسينج فلور، يعني بدنا نترك محل تنقوم نرقص وننبسط. بدنا ننتبه على سيرفيس الاكل، فهون في عندنا كمان نحط الطاوله اذا في طاوله سيتد، او اذا عندنا سيلف سيرفيس بار ان كان اكل او ان كان درينك، يعني فينا نفصلهم عن بعض حسب مساحه البيوت يعني صح؟ صحيح فينا نفصلهم عن بعضهم. لا كرمال هيك هن التبسات فيهم يزبطوا، هلا بس يقطع الصوره رح يلاحظوا مش ضروري يكون عندنا مساحات كبيره تنقدر نعمل هدول الاشياء، بس حلو نخلق هالكورنر. والاهم والاكثر تب رح نحكي عنها هلا هي الديكوراسيون، والسبب انه هي اللي رح تبين بالصور ونحن رح نشوف الصور بالنهايه صحيح. لانه رح ننسى شو صار بهيدي الليله 100% ورح ننزل على السوشيال ميديا 100%. فاذا اول شيء بدنا نبلش فيه تنحكي انه بلش هيك اول صور ورا بعضهم، انا كثرت قد ما في صور تو انسباير اذا بدك انه تاخذوا انسبيراسيون. عندنا التيم او المود تبع الصوره اللي بدنا نحكي فيها، مثل ما هلا عم بيشوفوا على الصور التام، بدنا ننتبه انه الاشياء الديكوراسيون الدارجه كمان فيها هلا عم تمشي بقصه يعني الاسود والدوري والسايبر بانك اللي كنا عم تحكي عنه الفلوريسان، هيدا الفلوريسان هلا رجع دارج ودرج السنه صار فينا ناخذ مود. نحن بنعرف انه كل راس السنه هي جلام صحيح. ورفاهيه وبنحب تكون دم اكثر وعتمه وقضويه، ف هيدي المود السنه. فاذا نقي التام شو بدنا التام يكون، ان كان كولورفل ان كان بلاك اند وايت كان سيلفر او ان كان نيون مثل ما هو دارج هلا. اذا بننتقل على صور تباعا يعني من الواحد للخمسه هلا، فينا المود الدارج هلا يكون فينتج مثل ما هون مبين بالصوره، فانا نحن فينا نحط الفينتج مود هو الافكار عم بعطيهم اياهم تا يخلقوها. فبالفينتج مود قد ما فينا نروح ناتورال وكاندلز، ومثل ما هو مبين نروح شوي على الوان كريسمسي نبيدية قديمة بنسميها فينتج مود. فينا نروح مثل ما هون مبين على شيء شوي لكجوريوس، يعني نحط فذر ريش وخضار وسباركلينج شوي مثل ما هون مبين بالصورة، يعني الدوري والريش كتير دارج السنة. ما فينا ننسى الديسكو بول براس السنة، نحنا مثل ما هون مبين ديسكو بول وبتلبق مع كل المود، يعني فيها تكون ديسكو بول مع الكولورفل، فيها تكون ديسكو بول نحطها مع الفذر والبلاك والدوري. أو الصورة اللي بعدها فينا نروح على أشياء شوي دريمي أكتر ونشتغل السقف مثل ما هو مشغول هلأ وننزل نجوم، يعني نشتغل كل المود بتكون شوي دريمي حلو. ودم أكتر. هيدول مثل ما ملاحظين هون سيتد اريا، يعني اشتغلنا كل القعدات. شغله مهمه كثير ماجي كمان بالصوره اللي بعد هاي رح نحكي عن الباك جراوند. ليه الباك جراوند؟ ماجي كل الصور تبع راس السنه اذا ما في باك جراوند حلو ما لهم معنى، ما رح تبين كانها حيال لحفله، وهيدي راس السنه مميزه، فكتير مهم نشتغل الباك جراوند. واهين شيء نشتغل الباك جراوند بالونز مثل ما هو واضحه.
بالونز أرهين شيء نتسلى كنا سوا، نحط بالونز نعلقهم، نعمل وول، نعمل ديكوراسيون بالبالونز. البالونز صغار كبار بعدنا منحبهم على راس السنة، ما بتبطل موضتهم يعني. صح. هلأ ومن 20 سنة بعتقد بعدها هي الزيتة. وفينا نعتمد ألوان معينة مثل ما عم نشوف. صحيح. فهون منكمل المود يعني. منكمل المود. فهون مثل ما حكيت فينا نروح على الكولور باستيل اللي هي هلأ درجة، فينا نكون على الدوري والأبيض، أو فينا نروح مثل ما هي الصورة اللي بعد هاي على البلاك بلاك باك جراوند مثل ما هو واضح هلأ. شغلة مهمة كمان بالحيط، فينا نحط كلوك، يعني فينا نحط ساعة، لأنه رأس السنة هي عبارة إذا بدك عن الوقت، وكنا ناطرين هيدا الوقت. إن كان هيدا الساعة فيها تكون نعملها كرافت، فيها تكون بالأشياء بنحطها على الصحون أو بنحطها على الحيطان، أو في كتير نعمل جاتو من رقمه، أو فيها تكون ديجيتال، لأنه كتير مهم على الساعة 12 أغلبيتنا منضيع صارت 12 أو ما صارت 12، خصوصا إذا بالبيت ما في كاونت داون. فخلينا نعتمد هيدي الساعة تكون أساسية عندنا. زازيات من الصورة اللي بعدها، شو في عنا ازازيات نطلعهم؟ يعني كل شيء جلاس فينا نزينه، فينا نعمل هون اذا بدك الهاند كرافت، اذا بدك او الكرافت وورك اللي فينا نعمله. كنت حكيت انه في 100 طريقه نزين بالجلاس، يعني فينا نحط شموع، فينا نعبيهم بولات وجيرلاند ودوري نزين فيهم الطاولات، فينا مثل ما هون حاطين بالصوره المهضومه نعلق، نجيب شجره ونعلق عليها الفلوتات تبع المشروب، لانه هلا بنحكي انه المشروب كتير اساسي. كاندل لايتس، فيها تكون فلوتينج كاندل لايتس مثل الصوره اللي بعد هيدي. اذا لاحظتي ماجي هلا الجرينري، حكيت قديش الجرينري درجه، فنحن كمان فينا نزين بالجلاس جرينري، نحط كاندل لايت، نحط مي، نحط هيدا. بعتقد رح يخلقوا مود ورح يخلقوا كورنرز كتير حلوين بالبيت، وهول التبسات كتير بسيطه منا مكلفه، كلنا عنا ازازيات فينا نحولها. بعد هيدي رح احكي عن التيبل مود. التيبل مود خصوصا اذا هي قاعدين، يعني اذا عاملين تيبل مود وبدنا نقعد وناكل. نعم. فاول شغله كثير حلو نعمل اليفاسيون بالنسبه للتيبل مود، يعني نحط اشياء عاليه ونحن نكون على الواطي، لانه بالباك جراوند بالصور بتبينوا رح يطلعوا حلوين. هون حطيت كثير اكزامبلات، فينا نروح من الفذر يلي حكيت عنه دارج، فينا نروح على الفينتج يلي هو جرينري مثل ما هو محطوطه بالصوره النصانيه، فينا نروح على البلاك. شغلة مهمة وتب كتير حلوة فينا نحطها هي الميروار. شو عنا مرايات فينا نحطهم ونستعملهم كباك جراوند. هلأ كتير دارج السوبلا يكون ميروار، كتير دارج نحط اشياء ميرواتي على الأرض، على البار، إذا عم نحط درينكات، إذا عنا زاوية بار كمان نحط ميروار، رح تعطي دوبل الإسباس، خصوصا أنه نحن بالبيت، فرح تبين الإسباس كبير. كتير أكبر وكتير أحلى. صورة بعد هيدي هي كمان عن تيبل مود، وهون ملاحظين صرنا شوي جلام أكتر، دم أكتر. مش غلط كمان ماجي نطلب من اللاجئين لعنا مود معين، يعني فينا نطلب أن نكون كلنا بلاك، بلاك وأحمر، بلاك ودوري، كمان هيدي رح تزيد من جمالية المود ورح تزيد من جمالية رأس السنة، ورح نحس حالنا أكتر بهيدي الأجواء الأجواء الحلوة. بعد التيبل مود رح أحكي على الكرافت وورك اللي كنت حكيت عنه قبل. كرافت وورك كتير أساسي ماجي، لأنه الكرافت وورك الصورة اللي قبل هيدي، الكرافت وورك هي يعني أشغال يدوية فينا نعملها، فينا نحن نزين كبياتنا، فينا نرش أناني، يعني عنا أنينة نرشها دورية، يعني حيالله أناني بلاستيك فينا نرشهم دورية، نرشهم أسود، نرشهم بالمود اللي بدنا إياه، فينا نجيب ورق شجر كمان نرشه، هلأ واضحة بالصورة اللي يمكن اللي بعد هيدي، فينا نجيب ورق شجر كمان ما يجي نرشه كمان. هيدول الكرافت وورك هلا اذا بحطهم انا عندي على السوشيال ميديا بتبين بتبين معنا. واخر شيء بدي احكي عنه يلي هو الكوتيون. الكوتيون نحن افضل اذا عندنا مساحه، مش اخر شيء يمكن قبل اخر شيء، افضل اذا عندنا مساحه الكوتيون نفردهم مثل ما عامل هلا، يعني ما نجيبهم بكياس ونوزع الكياس. الكياس يمكن اكثر رح تكون براتيك بالمطاعم وبمحلات العجقه. اذا نحن الجاذرينج تبعنا حلو نحطهم يعني بشيء، يعني صح مثل ما هو اون ريليف وكل حدا بينقي، مثل ما انا هلا هون حطيت اكزامبل، يعني نحن فينا نجيب جار نحط فيها مثلا الكوتيون معينه، فينا نصف الشابويات فوق بعضهم، فينا نعمل
يعني كل الكوتيون كل الجادجتس فينا نوزعهم على طاوله معينه وفينا نزين نعطي اكزامبلير مثل ما عامل لي انا هون بالحيط. فهيدي الفكره رح تعطي اذا بدك رح تعطي هيك اول ما يفوت رح نضلنا حاسين بالجو لا توصل للساعه 12 لانه كلهم عم نشوفهم قدامنا. اخر شيء بدي احكي عنه هو البار. البار نحن بنعرف عندنا الدرينك كتير وكوكتيلات بليلة راس السنة منحب نتفنن فيها، ما نضب الكبيات، نعرض مثل بالصورة بعد هاي نعرض كبياتنا، نعرض هون الكرافت وورك اللي كنت عم بحكي عنه هلا قطعت الصورة، هون شوية أمثال ياخذوا منا كيف بيرشوا كيف حيلا أنينة فينا نرشها دوري فينا نرشها أسود فينا نخلق موت فيها فينا نحط فيهم أضوية ورق الشجر اللي كنت حكيت عنه. بالنسبة للدرينك وللبار الكبيات ما نضبهم نعرضهم قد ما فينا نحط ديسبوزيسيون كتير مرتبة فيها تكون عنا حتى البار نزينه بحد ذاته يعني ما تكون طاولة بالزاوية نترك سيرف سيرفيس يعني نترك العالم تقدر تقطع عليه ما يكون كتير بالدرب وإذا بدك إن كان سمول بار فينا نخلق يعني إذا نحن ما عنا هالإسباس أو ما عنا مجال نخلق هيدي الطاولة فينا نعمل مثل ما محطوط هون يعني نعمل كورنر صغيرة نحط عليها شوية أنانة مع كبيات نضويها خلينا نميزها شوي تبين مش تكون بس على الطاولة لأنه يمكن من تراديسيونات النيو يير أنه نحن منشوف الكوكتيلات هيك الفانسي شوي والمهضومة شوي ففينا دايما نتسلى فيها. فينا نروح على الجلاس ونعمل تام واحد جلاس وايت ودوري وبلاك او شامباني اللي هو دارج وكمان فينا نروح كالورفل مثل ما انا حاطط هون ونخلق هيدي المود شوي اذا بدك ولاديه بس كالورفل او نحن حابين نعيشها خصوصا ليله نيو يير ما فينا دائما نلبس هالالوان يمكن بالايام العاديه فمن نيو يير فينا نجن اكثر وناخذ راحتنا اكثر بهالاشياء. حلو كتير عماد يلي قلته يعني كتير هينين رح نشوفهم عندك على السوشيال ميديا لأنه كل صورة فينا نستوحي منها شيء كتير حبيته ده فكرة الأنانة كتير هينة والريبان يلي حاططها يعني فيها التاتش تبعك دايما رح أتكل عليك براس السنة الله رد خلص. أوكي عماد شكرا لك شكرا لكل هالمعلومات والنصايح بأكد لك أنه كتير ناس أنا بيتصلوا فيه بيقولوا لي تأسألك قصص هلأ هالموضوع اليوم ماشي الحال على سيرة هذه القصص كان اجينا موضوع عن موضوع جمعة الماضي اجينا كتير تعليقات بدهم توضيحات عليها فان شاء الله على السنة الجديدة منكفي بالتبس تبع تبع الترند تبع 2023 ورح ركز على موضوع الجوتيك انتيريور كتير انسألت عنه كتير ناس حبوه ويمكن انا كنت شوي متوقعة هالموضوع لان الناس بدها تغير بطريقة يمكن شوي ما تكلفها زيادة. شكرا عماد.